ثم قال وأنه يعني الإيمان يزيد وينقص، أي يقوى ويضعف، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله، كما أن من ترك محرما وفعل واجبا يزيد إيمانه، فيجد أحدنا في نفسه قوة إيمانه إذا صلى فرضه في مسجده، فإن صلى فرضه في بيته وجد نقصه، فإن فاته الوقت ولم يصلي فرضه في وقته وجد من نقص حاله في الإيمان ما يميز به نفسه، وعلى قدر ما يكون في قلبه من قوة الإيمان يحصل له تمييز هذه الأحوال. فالذي يكمل نفسه بالطاعات إذا وقع منه شيء يسير وجد أثره في نفسه وفي أهله، والأمر كما ذكر في أخبار أبي عثمان النيسابوري أنه خرج إلى يوم الجمعة مبكرا فانقطع شسع نعله، فقال أعلم من أين أتيت، يعني أنا أعرف ليش انقطع شسع نعلي، قال ذلك أني لم أغتسل اليوم الجمعة، يعني وجد أنه ترك شعبة من شعب الإيمان وهي الاغتسال يوم الجمعة. فالذي يتدين لله متعبدا بالمبادرة إلى غسل يوم الجمعة يجد له أثرا في إيمانه، فإذا كان محافظا على شرائع الدين بهذه المنزلة ففقد شيئا منها آنسه، وإن لم يكن كذلك ربما وقع في أشياء يهتك بها حرمات الله ولا يؤنس فيها أثرا في إيمانه، وذلك لشدة ضعف إيمانه.